كيف نعد سمبوسك اللحم مع البطاطا؟ نحتاج إلى ملعقة كبيرة زيت دوار الشمس، نصف رأس بصل يابس صغير الحجم، 3 فستوم مهروس، 1 زنجبيل، 1 فلفل حلو أحمر، ملعقتين كبيرتين كاري حار، 75 جرام لحم عجل، حبة بطاطا مهروسة، 4 ملاعق كبيرة كزبرة طازجة، شريحتين عجين جاهزة، بيضة مخفوقة، ملح وفلفل حسب الرغبة. نفرم اللحم فرما ناعما، نحمي الزيت في مقلاة، ثم نضيف البصل، الثوم، وملعقة صغيرة زنجبيل، والفلفل الأحمر، واللحم. نطهو المقادير على نار معتدلة من دقيقتين إلى 3 دقائق، ثم نضيف الكاري ونستمر بالطهي مدة 5 دقائق أو حتى يتحمر اللحم، ثم نرفع المقلاة عن النار. ننقل خليط اللحم إلى وعاء كبير، ثم نضيف البطاطا المهروسة والكزبرة الطازجة. نحرك المقادير جيدا، ثم نضيف الملح والفلفل وندعها جانبا. نضع العجين على سطح جاف ونظيف، ثم نقطعها إلى حلقات بحجم 8 سنتيمترات. نوزع ملعقة كبيرة من الخليط في وسط كل دائرة عجين، وندهن الأطراف بالبيض المخفوق. نطوي العجين لنغطي الحشوة، ثم نضغط على الأطراف ونزين بواسطة شوكة. نسكب الزيت في مقلاة كبيرة وندعه يسخن جيداً، ثم نقلي المعجنات مدة دقيقتين إلى 3 دقائق حتى يكبر حجمها وتصبح ذهبية اللون. نصفي المعجنات ونقدمها مزينة بأوراق الكزبرة وبجانبها الكاتشب.